السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا على مدار حلقات كثيرة جدا في برنامج الجمال في القرآن قدرة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون. النهاردة إن شاء الله تعالى هنشاهد حلقة فريدة من نوعها، وهي الأدلة الصريحة والمادية والواضحة للعيان اللي بتدل دلالة قاطعة على وجود الله سبحانه وتعالى. هنشوف إن شاء الله تعالى حلقتنا النهاردة من برنامج الجمال في القرآن، وهي عن الأدلة على وجود الله. شهدنا في برنامج الجمال في القرآن أثار رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، وشهدنا أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله ومظاهر هذه القدرة وهذه العظمة في كل المخلوقات التي تقع عليها أعيننا ليل النهار. على مدار حلقات شهدنا جمال مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وشهدنا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق والوجود. كل هذه الحلقات وكل هذه المخلوقات كانت كل حلقة بتثبت أن الله سبحانه وتعالى إله خالق عظيم، وهو الذي يدبر كل هذه الأشياء في هذا الكون. وفي هذه الحلقة من حلقات الجمال في القرآن سنستمع إلى أقوال العلماء الذين شهدوا لله سبحانه وتعالى وأقروا بوجوده عز وجل، والذين تأملوا هذا الكون ووجدوا أن هذا الكون لا يمكن أن يخلق عبث أو سدى أو يأتي بالصدفة كما يدعي الملحدون وكما يدعي غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. كما أيضا سنستمع إلى أقوال العلماء المسلمين والتي تحس على معرفة الله سبحانه وتعالى والقرب منه عز وجل. وسنبدأ بإذن الله تعالى مع أول دليل من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وهي ظاهرة الفطرة. الفطرة شيء مركوز في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وفطرة الإنسان بتدفع الإنسان نحو معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان بوجوده. والإنسان إذا ترك على طبيعته يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذكر قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم فيقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إبراهيم عليه السلام يعني كان بيناظر أقوام بيعبدوا الكواكب ويعبدوا النجوم، فنظرهم بهذه المقالات. كثير من العقلاء على مدار التاريخ لما تأملوا الكون شعروا بوجود إله خالق لهذا الكون. وكان من ضمن هؤلاء واحد إغريقي اسمه بلوتارك، كان مؤرخ، قال: من الممكن أن تجد مدنا بلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة وأدابا ولا مسارح، ولكن أحد لم يرى قط مدينة بلا معبد أو مدينة لا يمارس أهلها عبادة. الرجل بيقول كلام أن ما فيش بلد هو مر عليها أو شافها إلا وهو بيتخذ إله، لأن فطرة الإنسان دايما بتوجهه نحو وجود خالق لهذا الكون، حتى وإن اختلف الناس في من هو الخالق لهذا الكون. ولكن فكرة الإله وفكرة وجود إله للكون دي فكرة مركوزة في نفس الإنسان. يقول سقراط: هذا العالم يظهر لنا على النحو الذي لم يترك فيه شيء للمصادفة،
بل كل جزء من أجزائه متجه نحو غاية، وتلك الغاية متجهة إلى غاية أعلى منها، وهكذا يتم الوصول إلى غاية نهائية منفردة وحيدة. فلابد إذن من وجود عقل أعلى وهو الصانع الوحيد. حتى الفلاسفة القدماء والمفكرين أقرت كلمتهم أيضا بوجود الله سبحانه وتعالى. يقول روبرت موريس عالم الطبيعة: إن الإيمان بوجود الله من الأمور الخاصة التي تنبت في شعور الإنسان وضميره وتنمو في دائرة خبرته الشخصية. الدي إن إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، هذا المورث اللي بيورث الإنسان هذه الصفات. ربنا سبحانه وتعالى جعل في صفات الإنسان هذه الصفة المركوزة داخل الإنسان، وهي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها. يقول بول كليرانس أبري سولد: لقد لمس الناس عامة أن هناك قوة فكرية هائلة ونظاما معجزا في هذا الكون، وبالرغم أننا نعجز عن إدراكه إدراكا كليا أو وصفه وصفا ماديا، فهناك ما لا يحصى من الأدلة المادية على وجوده تعالى، وتدل آياديه في خلقه على أنه العليم الذي لا نهاية لعلمه، والحكيم الذي لا حدود لحكمته، والقوي إلى أقصى حدود القوة. قيل لذنون المصري: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي أخبرني لما عرفت ربي. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، أن ربنا عز وجل بيرسل إليه الأنبياء ونزله التشريعات والكتب اللي بيتعرفوا بالله سبحانه وتعالى. أيضا من أهم الظواهر اللي بتدل على وجود الله سبحانه وتعالى ظاهرة وقانون العلة. هذه الظاهرة وهذا القانون الله سبحانه وتعالى أبرزه في هذا الكون. كل شيء بنشوفه في حياتنا بيبقى ليه سبب ويبقى ليه مسبب، وكل حادثة بتحدث لابد من وجود أسباب بتؤدي إلى وجود هذه الحادثة أو حدثها. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لذلك عقل الإنسان والبديهة بتقول إن لو أنت مش الخالق لهذا الكون يبقى مين اللي خلقه غير ربنا سبحانه وتعالى. سئل أعرابي عن الدليل فقال: البعرة تدل على البعير، وأثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أما تدل على العليم القدير؟ بعض الزنادقة راحوا للإمام أبي حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة المشهورين، فسألوا أبو حنيفة عن الدليل فقال: اصبروا فإن قلبي مشغول ببعض المهمات، وإذا فرغت منه أخبرتكم بذلك الدليل. فقالوا: وما ذلك المهم؟ فقال: إن أمتعتي من ذلك الجانب من دجلة، نهر دجلة اللي هو موجود في العراق، وإن بعض السفن تذهب بنفسها إلى ذلك الجانب، وتلك الأمتعة تقع في تلك السفينة من تلقاء ذواتها، وإن تلك السفينة تعود مرة أخرى على ذلك الجانب. الزنادقة اللي هم بيقولوا إن مفيش خالق لهذا الكون، أبو حنيفة رد عليهم بهذا الاستدلال العقلي فقالوا: يا أبا حنيفة، هذا الكلام لا يقوله إلا معتوه. قال: ولما؟ قالوا: لأن حدوث هذه الأحوال وظهور هذه الأفعال لا يعقل إلا بحافظ يحفظها وفاعل يدبرها، فكيف يعقل حدوثها من غير فاعل؟ فقال أبو حنيفة: فالآن أقررتم بوجود الله. إذا كنت أنتم مش مصدقين أن السفينة دي هتروح بس يعني لجانب النهر وترجع ثاني بنفسها، أمال مين اللي عمل بقى الشمس والقمر والحاجات دي؟ ولا هي اللي عملت نفسها بنفسها؟ وسأل هارون الرشيد مالكا عن ذلك، فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات. أيضا من أهم الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى مسألة التنوع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هذا الكون، لأن ده أثر من أثار اسم الله عز وجل الباري. وسئل الشافعي عن الدليل على الصانع فقال: ورقة الفرصاد يعني شجرة التوت طعمها ولونها وريحها وصبغها واحد، تأكلها دودة القز اللي هي دودة الحرير يعني، فيخرج منها الإبريسيم يعني الحرير، ويأكلها النحل فيخرج منه العسل، وتأكلها الظباء فينعقد في نوافجها يعني مؤخرات الضلوع بتاعتها المسك اللي هو يعني الرائحة الطيبة، وتأكلها سائر الحيوانات فتفضل مع العفونة والفساد. سبحان الله سبحان الله، إن ربنا بيخلق كل هذه الأشكال المختلفة والمتنوعة من المخلوقات اللي بتبقى فضلاتها بهذا الاختلاف. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال:
ها هنا حصن حصين أملس ليس فيه باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز. فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. سبحان الله، صحيح اللي يتأمل البيضة يجد أن البيضة مجرد سائل، إزاي يتحول هذا السائل كده إلى مخلوق بهذه الطريقة؟ لابد من وجود خالق لهذا الأمر. وسئل جعفر بن محمد عن الدليل فقال: أقوى الدلائل على وجوده وجودي، وذلك لأن وجودي حدث بعد أن لم يكن فله فاعل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته. ويقول ابن القيم: فهو الدليل بنفسه على نفسه، فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجد. على مدار التاريخ قام الإنسان بالعديد من التجارب، وكانت التجارب العلمية من أعظم الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول توما الإكويني: إن السعي لفهم قوانين الطبيعة هو سعي لفهم أعمال الله، ومن ثم الاقتراب منه. فعلا كل ما الإنسان يتعرف على الكون فعلا بيقرب من ربنا، لأنه بيعرف أن كل هذه الأشياء لم تخلق عبثا أبدا. يقول لويس باستير: قليل من العلم يبعدك عن الله، لكن كثيره يقربك إلى الله. يقول ديكارت: إني مع شعوري بنقص في ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، وأراني مضطرا إلى اعتقادي بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع الصفات الكاملة وهي الله. ويقول إسحاق نيوتن: لا تشك في الخالق، فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود. ويقول فرانسيس بيكون: إذا أمعن الإنسان النظر فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها، لا يجد بدا من التسليم بالله. ويقول هيرشل: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية. يقول مارت ستانلي: إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته. استفتت مجلة كالرز المعروفة عدد كبير من علماء الذرة والفلك وعلماء الأحياء، فأكدوا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة تثبت وجود كائن أعظم ينظم هذا الكون ويرعاه بعناية ورحمة، وعلمه الذي لا حد له. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أيضا من الظواهر التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى ظاهرة الإجماع، إن في إجماع من الناس أجمعين إلا أصحاب الفطر الملوثة بالاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. يقول الماريشال بيتان الفرنسي بعد احتلال الألمان لبلاده في الحرب العالمية الثانية: لقد حلت بنا الهزيمة لأننا ابتعدنا عن روح الله. ويقول الجنرال ديغول: إن فرنسا قد فقدت مكانتها كدولة عظمى لأنها فقدت الإيمان بالله، وإنها لكي تسترد مكانتها يجب أن تسترد إيمانها بالله. لذلك من أعظم الأشياء في حياة الإنسان هي التعرف على الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يحبه الله عز وجل وما يكرهه. الله سبحانه وتعالى حث الناس في القرآن الكريم على معرفة الله عز وجل، وأمر الناس بتحري هذه المعرفة والسعي بجدية لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
لأن دي من أعظم الأشياء اللي بتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، واللي بتكون سبب في محبة الله عز وجل للعبد ومحبة العبد لله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول قوام السنة الأصفهاني رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بالله عز وجل فرض ينبغي على كل إنسان تعلم هذا العلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الصحابة رضي الله عنهم لما تعرفوا على الله عز وجل كانت كل كلمتهم بتنضح بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبمحبته. لذلك لما حضر أبا بكر الموت دعا عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وخطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الكويس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر. واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شيئا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا، ولكنهم عقلوا عن الله موعظه فوجلت منه قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، ففاقوا الناس بطيب المنزلة وعلو الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة. وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وقال هرم بن حيان: المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه، وإذا أحبه أقبل إليه. يقول ابن العربي: وشرف العلم بشرف المعلوم، والبري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. وقال الحسن بن علي: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. وقال الحسن البصري: أنفع الأدب التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. وقال زنون المصري: الأنس بالله نور ساطع، والأنس بالخلق غم واقع. وقال شيخ الإسلام: أصل التفاضل بين الناس إنما هو بمعرفة الله ومحبته، وإذا كانوا يتفاضلون فيما يعرفونه من المعروفات. وقال ابن الجوزي: هذا العمر موسم، والتجارات تختلف، والعامة تقول: عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه، وينبغي للمستيقظ ألا يطلب إلا الأنفس، وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز وجل. ويقول ابن القيم: محبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر، والأنس به والشوق إلى لقائه والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. Oh.
عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول ابن القيم: إن يستغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. وقال أبو سليمان الدارني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب. ويقول يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. وقال بعض السلف: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وعبادته، ولا الآخرة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: من عرف الله تعالى صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله. وقال بعضهم: المعرفة توجب السكينة، وقيل: علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا منه، وإنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له، ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ومن قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. ومن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. أيضا من أخطر الأشياء على الإنسان الجهل بالله عز وجل والتقصير في معرفة الله سبحانه وتعالى، ودي من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها في القرآن. يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. يقول ابن القيم: أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله، وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه. وقال ابن الجوزي: آه على زمان ضاع في غير خدمتك، آسفا لوقت مضى في غير طاعتك. لذلك كان من أهم أهداف الشيطان أن يبعد الإنسان عن معرفة الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن بعضهم قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء ودثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. ونحمد الله عز وجل أننا ندري لماذا خلقنا. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى:
أفي الله شك؟ لا يمكن الإنسان العاقل أنه يشك في وجود الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه الأدلة الدامغة على وجود الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد. سبحان الله، مين بعد كل الأدلة دي يكون عنده شك في وجود الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى على خلق وإيجاد هذا الكون؟ بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.